فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أحد الأيام تغيب إمام مسجدنا فصلى بنا أحد الحاضرين وأخل بقراءة الفاتحة، يقول: هل صلاتنا صحيحة أم لا بد أن نعيدها؟ كيف أخل بها؟ ما ندري وش نوع الخلل. مثل حفظك الله. أيه؟ يقول: الضالين جعلها بالزاي، الزالين، وكذلك الصراط بالسين. يا لهجته كذا يعني. نعم، مصري هو ولا إيه؟ لا ما يصلح، إذا غير الحرف ما يصلح هذا. نعم.